لو ناخد مداخلة مهمة جدا مع الشخص المهذب المحترم أستاذ خالد درندالي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخبنا إن شاء الله في كوت ديفوار، ويرجع بإذن الله بكأس البطولة مع المنتخب. أستاذ خالد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مساء الخير يا كابتن كريم، وكل سنة وأنت طيب والسادة المشاهدين بخير يا رب. وحضرتك طيب وبخير. أنا بالمناسبة عشان حضرتك دخلت معايا وأنا بتكلم في هذه الجزئية، وهي جزئية مهمة كمان حضرتك كمسؤول تأكد عليها. بعض الناس لامت على روي فيتوريا انه ما وعدش بالفوز بالبطوله، وانا كنت لسه بقول ان ده مش منطقي ان اي مدرب يوعد ببطوله قبل ما يروح يلعبها، عشان احنا بنلعب في اجواء تنافسيه والطبيعي ان احنا المنافسين بتوعنا كمان عندهم نفس الهدف. رايك ايه في الكلام ده؟ بص يا كابتن كريم، هو اي واحد رايح يلعب في بطوله كبيره زي البطوله دي بيبقى هدفه تحقيق اللقب. صحيح. في فرق ما هياش قد هذا الإنجاز أو هد هذا الطموح، لأنها إمكانياتها، تاريخها، إمكانيات لعبتها لا تؤهلها لكده. ولكن إحنا الحمد لله إن إحنا بتاريخنا، بواقعنا، بإمكانياتنا، بإمكانيات لاعبينا، بإمكانيات أجهزة فنية وطبية، إحنا الحمد لله عندنا اللي يؤهلنا للحصول على هذا الرقم. عظيم. أولا إحنا السنة اللي فاتت يمكن او النسخه اللي فاتت احنا كنا الاقرب الى تحقيق هذا اللقب. ومرينا بمشوار كبير جدا للوصول للنهائي، يعني بما فيهم المغرب فزنا عليها، الكاميرون على ارضها، كوت ديفوار نفسها كسبناها، وصلنا للنهائي مع السنغال وخسرنا بضربات جزاء، فدي طبعا حاجه ما هياش يعني بعيده عن ان احنا كنا نحقق اللقب. نرجع نقول كمان ان ظروفنا الحمد لله المره دي يا رب تكون هي فعلا احسن. اللعيبه في تناغم بينهم، اللعيبه اثقلت في خلال السنه اللي فاتت ما بين اداء في انديتها جوه مصر او بره مصر، لاعبين محليين او لاعبين دوليين. اللاعبين في تناغم بينهم ان هم احتكوا مع بعض بفرق كبيره في منتخبات معسكرات اكثر من السنه اللي فاتت، كانوا لسه السنه اللي فاتت لسه الامور ما كانش فيه الفتره اللي هم ياخدوا على بعض فيها. السنه دي اللعيبه فيها خبره اكثر، في تناغم اكثر، في احتكاك مع بعض. الامكانيات اللي وفرها الدوله امكانيات كبيره جدا، من خلال وزاره الشباب، من خلال الرعاه اللي دخلوا، من خلال اتحاد الكوره نفسه. الحمد لله ان احنا قدرنا نلبي طلبات كل الجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الاداري. اختيارنا لمدرب زي مستر رونالد فيتوريا ومعاونيه اختيار جيد جدا واختيار ممتاز. صح. فده كل العوامل دي، حتى لو جينا نقول المعسكر الحالي، المعسكر الحالي اختيار العاصمه الاداريه كمكان المعسكر اختيار موفق جدا. مش عايز اقول لك ان اللعيبه سعداء جدا، المدرب سعيد ان في تركيز في فندق على اعلى مستوى.